السلام عليكم، صباح الخير. دابا اللي فقت السبعة دابا ديال الصباح، وكنت باغي نمشي باش نفطر، ولكن عندهم هنايا الفطور كتخلصوا على 10 RMB. نوريكم الفطور ديالي ديال الصباح. هذا الصباح هذا عندنا الدوزيان، هذا بحال الحليب، عندنا هاد بحال الخبيزات وهاد اليوتيا وهاد البيضة، وعندنا هاد بحال الكاوكاو. هادي ما عرفتش هادشي، ما غاديش ناكل هادي، ما عرفتش هادشي. كنت باغي نمشي خلاص نفطر في هاد البلاصة أخرى، ولكن جيت لهنايا. المهم نفطرو بعدا ويحن الله. عرفتي فاش جيت لشينوا أول مرة ما كنش كنعرف نستعمل هاد الكويت زادا. دوزت تقريبا شي 3 شهور عاد تعلمت. دابا وليت توب في هادشي. هانتوما غادي نوريكم اش يمكن لي نهز بهاد التوب ستيكس. هانتوما هادي سهلة تهزها، هادي سهلة، هادي سهلة، هادي نهزو دابا شي حاجة صغيرة. هادي هانتوما اش بان ليكم، غادي نهزو شي وحيدة من هنا. هانتوما يا سلام، صافي وليت بروفيسيونيل ف كوايت ذا تشوب ستيكس. هاد الفطور هذا خلصت عليه 10 RMB، 14 ولا 15 درهم مغربية. هادي هي البلاصة اللي فطرت فيها. نمشيو نجيبو دورة دابا ف هذا المكان الرائع. عندنا لتحت هنا البحر كما كتشوفو، الجو اليوم زوين، وقيلا ما تكون الشتاء. نهبطوا في الدروج، نهبطوا. هنا مجموعة من المحلات كيبا هذاك الشيء ديال ديكوريشن وذاك الشيء. هذا ريستوران. يا سلام يا سلام يا سلام على الشينوا، أبهرتنا الشينوا بهذه المناظر الطبيعية، المناظر الخلابة، المناظر الجميلة. عرفتي هنا في جنوب الصين كما قلت لكم في فيديوهات اللي قبل، عندهم بزاف ديال بايكس كيستعملوا بالضو. هذه دابا تلقاها بشي 60,000 ريال، جديدة رخاص. جيت لهاد البلاصة، هذا بارك، هذا كاين هذا الحيط هنايا صغير، وهنا كاين البحر، البحر، البحر سيدي. هذا المكان هذا قال لي هذاك الشينوي اللي كنت معاه البارح، هذا المكان، هذا الفيليج هذا معروف في الجزيره، بزاف ديال السياح كيجيو لهنايا يشوفوا هاد البلاصه الزوينه، وكاينين بزاف ديال لي زوتيل هنايا. المشكله في هاد البلايص هادو هو لوطيلات غاليين شويه، ما كاين غير 200 RMB بالفوق، يعني ما كاين غير 300 درهم مغربيه للفوق للنهار الليله. نمشيو نزيدو دابا نكتشفوا شي بلايص هنايا في هاد الكانتري سايد، هاد الفيليج هذا كاينين بزاف ديال المطر عندهم هنايا. غنوريهم لكم مستفين، قلت لك ديال البصر كما كتشوفوا هنايا. ها هما عاطي جنوب الصين، جنوب الصين كل واحد تقريبا عنده موتور، كل واحد عنده موتور. هانتوما شوف بزاف ديال المطر، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ما تقدرش تحسبهم. قلت لك يا سلام يا سلام. النقاع عندهم هنايا ما كاينش الوسخ، لا توجد ازبال هنا. راني دابا رجع للور، الله رجع للور. غادي با اللور رجع مارشاريان. قلت لك هنايا عندهم الشجر وداك الشيء، صراحه الطبيعه زوينه، هذاك الشيء خضر. ممكن غير خضر هي هنا صاحبي، خضر داك الشيء. عرفتي ملي جيت لهاد جنوب الصين والشتا كطيح قليل قليل، فين كتلقى شي نهار اللي خارجة الشميشة ولا شي لعيبة بحال هكا. هاد النهار دابا راه
توب يعني راه قليل فين كتخرج الشمس شويه تقريبا هنا ديما الشتاء من شهر 23 فيه والشتاء كطيح دابا شهر 6 فيه 11 يعني غادي نقول لك كاينه بعدا واحد شهرين ونص ديال الشتاء عندك واحد 10 ايام ولا 15 اليوم فاش ما طاحت الشتاء خضورية يا سلام واخا الحال سخون شويه انايا صراحه الدعوه زوينه القلب يرتاح في هاته الاماكن الطبيعيه الجميله يا سلام يا سلام على الشينوا صراحه الشينوا ابهرتني جدا ابهرتني كثيرا هاته الدوله الرائعه فين ما كنمشي شي بلاصه جديده كانت دهشر فين ما كنمشي شي بلاصه جديده كنكتشف شي حوايج اللي ما عرفتهمش من قبل وهكا الحياه كتكون جميله interesting بالانجليزيه ما كتكونش boring الا بغيتي الحياه ديالك تكون زوينه ما خصكش تبقى في بلاصه وحده خصك تمشي من هنا تجي من هنا تمشي لهي تجي لهنا ما عرفتيش شي حاجه سول ماشي عيب حتى شي واحد ما مثالي في الدنيا هذه كلنا كنديروا الاغلاط وكلنا خصنا نتعلموا الحوايج جداد يا سلام يا سلام على الاشجار الرائعه والجميله جدا يا سلام يا سلام يا سلام على الشينوا نيخاو شوفوا دابا واحد الريستورون عجبتني البارح اللي عندي في الفيسبوك راه كيشوف الفيديوهات اللي كنحط كنت باغي نلوح واحد الفيديو ونصور لكم شي لقطات على هذيك على داك المطعم ولكن تليفون عمر عندي تليفون عمر صافي الفيديوهات خصني نبقى نمحيها وثاني نمسح دابا فين ما لحقت شي فيديو في اليوتيوب كنمسحو من التليفون فوق ما لحقت شي فيديو في فيسبوك كنمسحو في التليفون باش نخلي ليسباس الفيديوهات اللي غادي نسجل ان شاء الله في الايام القادمه هذه هي البلاصه وصلنا ليها هذا مطعم وعندهم حتى الا بغيتي تشرب شي حاجه ولكن دابا سادين هذا هما الطبيلات ديالهم بالخشب ومغطين من الفوق كاينه هنا طبيله هي هادي مخشبة وجوج كراسة وهنايا كاين بي واحد كما كتشوفوا بي واحد هي النمرة ديال هاد الطبلة هادي وهاد الكود هذا هو فاش كتسكانيه في الويتشات وكتخلص وكتريزيرفي داكشي اللي بغيتي اونلاين بلا ما تمشي عندهم وهما يجيبوا ليك هداكشي اللي خلصتي بي واحد بي جوج بي ثلاثة كما كتشوفوها بي خمسة بي ستة انا طبيلات اخرين عاوتاني مختلفين على هادوك وكراسة زوينين كرسيات طبيليات واحد المظله هنايا الا طاحت الشتا كتفتح هاد المظله هادي باش كتغطي عليك ما طيحش عليك الشتا واحد الكليب هنايا واحد الكليب هالو ني هاو لا ماشي اش كيهضر بالشينوي ولا لا كلشي ممكن في الشينوا هنايا فين جلست البارح في هذه البلاصه هذه مع داك الشينوي اللي جا معايا يا سلام هنايا هذه البلاصه هنايا عندهم شاوكاو كما كتشوفوا شاوكاو بار شاوكاو كتعني الباربيكيو السفافد هذاك الشيء اللي كاين هنايا عندهم درينكس يين لياو الا بغيتي تشرب شي حاجه مكان جد ممتاز بالليل كتبان هاد البلاصه توب كيكونوا الضوا واشعلين هنايا كيجيو الناس بزاف هنايا ولكن في هاد الويكند هذا ما جاوش الناس بزاف صراحه حيت الشتا كطيح بزاف وملي كتكون الشتا راكم عارفين الناس ما كيسافروش كيبقاو لداخل ديال الديور ديالهم هما هنايا بعض البواخر اللي كتمشي تدخل البحر تجيب لينا الحوت اللي كناكلو عندهم هاد البواخر تمايا هنايا جيت لتحت كان عندهم هنايا الرملة مطينة مع كما كتعرفوا طاحت الشتا البارح حتى السبرديلات ديالي كاع توسخوا البارح مع دخلت شوية ديال مع دخلي شوية ديال الماء والطين وداكشي ما عرفتش واش نقدر نمشي في هادي ولا لا ما شنو كتسمى هادي هنا الا بغيتي تمشي طلع باش تمشي
هذيك الباخره. كاينه واحد الفلوكه هنايا قالك حل هي هادي. هيك من الزنجبيل المغرب ما نوصل حتى 2200. درجة الحرارة هنا تشير إلى 26 درجة، ولكن نتنع الشمس منين كتنطلق في الراس. الشينوية في الشينوا إلا دار ليك شي واحد هاد اللعيبة هادي هادي كتعني 6 6. أوكي هادي 1 2 3 4 5، هادي 6، هادي 7، هادي 8، هادي 9، وهادي 10. واو عرقت بجد الشمس، واسخون الحال واسخون الحال. صيفطوا لينا لا كليم برا، واش ما ديروني شي ما يديروا لنا شي كليم في السماء كاع. ها والله الا البرد اخويا، والله الا الصاد بالله طرطق لينا الراس، نفخ لينا الودنين، نفخ لينا العينين، نفخ لينا الشناف، حمر لينا الوجه.